أيتها الأخوات أيها الإخوة، إن هناك صعوبات تواجهنا وعقبات في طريقنا وثنايا مرتفعة شاهقة ينبغي علينا تسلقها وتجاوزها بسلاسة، وسنتغلب عليها بحول الله بالصبر والصدق والمثابرة والوضوح والمكاشفة شعبنا ومصارحته بالحقائق. أما الذين يراهنون على زوالنا من الساحة السياسية فنقولهم حبطت أعمالكم وخابت مساعيكم، لأن سبب انبعاث الجزائر الحديثة مرتبط أوثق الارتباط بجبهة التحرير الوطني.